اهلا وسهلا بكل زبائنا الكرام. يلا على ما تدخلوا. اهلا وسهلا بكل زبائنا الكرام، مرحبا بكم جميعا. البنات كيف ديما معكم زكريا من المجوهرات غزه عند زكريا. الاختصاص ديالنا بيع الذهب 18 كره اللي كي مسموح لنا نبيعه في المغرب، واللي كيبيعوا كاع الذهبيه في المغرب. كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه، وكل ارتيكل خديتي هاد مجوهرات غزه والا كتاخذ التوصيل بالمجان حتى لباب الدار، وكتاخذ معها الهديه على الثقه اللي كدير فينا. عندما الهاتف هي 06-21-24-02 فين كنخدمو بزاف. ما تقلقوش الا ما جاوبناكمش، صيفطوا وعاودوا صيفطوا غنجاوبكم ان شاء الله. وان شاء الله الا ما ديتيش هاد المره بياسه تدي مره اخرى بياسه. العنوان ديالنا كيتواجد في واحد رقم زنق رقم واحد زنق موسكو احدف ازرو. السويقه ديال احدف ازرو كتواجد في نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افران. قلت لكم التوصيل كاين لجميع المدن المغربيه. مرحبا بكم عند مجوهره غزه. الا بغيت تواصل معنا في انستغرام وفي يوتيوب او فيسبوك مع لي غير طاقي السميه ديال مجوهره غزه، او في انستغرام بيتو تخي زكريا قناش. ومرحبا بالجميع. ترحوا من بعد الخوت ديالنا والحباب ديالنا والعائله ديالنا اللي ماتوا النواحي ديال مراكش. كنتمنوا اليوم الرحمه ان شاء الله في هذا النهار، واللي عطى شي حاجه الله شكرا ليه عاون خوتو. اللي ادخلوا مرحبا بكم، السلام ما كرهتكمش. هذو كاع اللي كيدخلوا معنا يترحموا معنا، خليو لنا واحد تعليق. ترحوا من على الخوت اللي ماتوا في النواحي ديال مراكش، داكشي باش كان شويه ديال التاخير على حساب اللايف. اليوم واحد اللايف البنات راه ممتع ممتع ممتع. لايف عنوان مفتوح فيه شي ميزات طوب ديال الميزات، وانا انا على ما اظن باش ما نتعطلوش بزاف في اللايف غتبارطاجيو شويه اللايف على ما يدخلوا شويه المتابعين، وغنبدا لكم غير في المستعمل. يلا لهذا بارطاجيو حيت كاينين فريمون هبيزات اليوم في المستعمل ديال كنتصالح معكم على الغبور اللي غبرت عليكم. دابا هذه تقريبا شهر باش غبرت عليكم، كان شويه العطله وكان شويه ديال الخدمه مزيره في السير ما كيبقاش الوقت. لهذا عدنا من جديد وعوده لللايف ان شاء الله بكل اسبوع، وكل اسبوع حويجه جداد. الله يرحمهم ويصبرهم. البنات مرحبا بكم كاملين اللي دخلوا بالسلام، مرحبا بكم كاملين. شويه تبارطاجيو معنا لايف ونشوفوا شويه كومونتيرات زوينه ترحما على الخوت اللي توفوا، باش نبدا لكم ان شاء الله اللايف اللي واحد اللايف راه يستاهل البارطاج للناس بزاف. راه البارطاج راه كينفعكم وكيخلي لكم انكم تستافدوا من الميزات ديال اليوم. واخا ما كرهتش هذا اللايف هذا يستافدوا منه الناس اللي ما عمرهم شراو، حيت كاين بزاف الناس سولات ما مرانا جوج وكتلقى دوك الحويجات تباعوا. هانتوما اللي بغات شي حاجه خويا اللي ما عمرنا استافد كنتمنى تجاوبنا ونستافدوا حتى حنا. مرحبا اختي امينه عاد دابا قلتها للناس. الجرام الجرام اليوم عندي جديد داير 560، ولكن القديم فيه ثمن كيقولوا بطاطا الدب ثمن بطاطا. غنبداو لكم تبارك الله. شوفوا معايا اللي بغات شي حاجه تكون اول حاجه مبارطاجيها مع اللايف، واللايف راه البارطاج راه فضلا وليس امرا. غير اللي كنت كتضامن معنا كتبارطاجي معنا وكتكبر لافامي ديال مجاورة غزه، وحنا كنعطيوك تستافد معنا. بارطاجيو اللايف حيت غنبدا لكم دابا دابا المستعمل، وخليو الناس اللي استافدات. الانسان تحنوا قلبها الناس اللي استافدات، وتخلي واحد اللي ما عمرو استافد. غنبداو معاكم باول اول بياسه اول، وجدوا ليا البارطاج والسكرين. جبدوا واحد المسطره بعدا هي الاولى اساسيه المسطره. غنبدا معاكم باول همزه. شوفوا البنات معايا اول همزه بمجوهرات غزه. مجوهرات غزه اليوم غتمتعكم غتخليكم تنعسوا حتى 12. اول همزه ركزوا معايا غورميت ديال الحصيره. هانتوما عرفتوا هادي شحال كدير؟ هادي راه كيكونوا غير حجوجي ودرافينيتي زعما ديال 750، ما كيكونوش ذهب عادي هادو رافينيتي. يعني شوفوا غورميتا كي دايره غزاله بالخميسات ديالها وسده فيما بغيتي. هنايا فيها على شكل الاخر هادو المترا ما كنفضلو حد عليه اللي سبق للسكرين. ولو كان بارطاجي معنا اللايف صيفطنا لنا في النمره ديال الواتساب هي 06-21-24-02 داكشي راه كيمشي بالوقت، راه ما كنفضلو حد على حد، داكشي راه كيمشي بالوقت البنات. هادي دايره شحال غنحسب لكم؟ يلا سمعوا الثمن يخلعكم 530 درهم. 530 درهم مجوهرات غزه
كتعطي للحباب ديالها والمتابعين ديالها باحسن ثمن واجود ما كاين في الدهب. غورميت ديال الحصيره ديال 700 درهم للغرام، هذه البنات كدير 14000 ريال للغرام. مجوهره غزه جابتها لك ب 530 درهم، مجوهره غزه اللي تحطي من اسعار الخيالي. عدنا والعودوا احمد، ان شاء الله نعطيكم شحال الغرامات ديالها. ركزوا معايا، الغرام ديال غورميت الحصيره ثقيله تبارك الله، فيها 12.26، 12.26 مضروبه 12.26. شوفوا هنا الزياده ونقصانيه، يعني تلمسها لي الدرقيقه وتلمسها لي الدغليظه. بارطاجيت في كاع الجروبات، شكرا ليك اختي وشكرا لكاع البنات اللي كيبارطاجيو واللي كيشاهدوا معنا اللايف. 12.26 مضروبه 530 درهم. واو رافينيتي، وهذه كورميت الحصيره ب 10600 ريال الغرام. هادشي فين كاين؟ عند مجوهرات غزه. هذه كتقابل البنات ب 6500 درهم، 130000 الا بغيتي تاخذها. هذه الا غسلناها وبعد حطيناها في المحل نبيعوها على اساس جديد، عود غتشريها بواحد 1500 درهم زايده. الا خديتيها ب 6500 ولا تاخذها بواحد 8500 ولا 8000 درهم. هادو الناس اللي خداوها راه غايقول لكم هادو من الغلاط. الحصيره الغليظه هادي، شوفوا حتى في السنتيم شحال فيها، يعني فيها سنتيم العرض. 6500 درهم، 130 فيها 650 الاورو. اللي كانت من نصيب ديالو بصحته وراحته كان بارطاجي معنا اللايف وكان سبق للسكرين، يدير لا كابتيغ دي كرون، سيفط لي في النمره ديال الواتساب اللي هي 06 21 24 02 46، والارسال ديال راه مازال ما اللي كان باغي شي كوموند قبل قبل العطله اللي خرجنا وبغاها يعاود يتصل بينا، حيت لي كوموند غيبداو يخرجوا من يوم الاثنين ان شاء الله. 6500 درهم، 130000 ريال. هذه داز عندي، هذه كذلك. شوفوا شوف الممتاز، كم جوهرات غزه كتعطيكم ثمن خيالي خيالي. هذه 540 درهم للغرام، 10800 ريال للغرام. هذا الشيء في الذهب المستعمل، ولكن غير السميه ديال الذهب المستعمل، ما هو موديل جديد او الموديل الجديد وبياسه نقيه، ما كاينش الدف، يعني ما كاينش التقطيعه، ما مسوديه ما والو. السنيسله فيها هكا مقطعه ما والو، هنا السنيسله ديالها كتحل هكا، هنا فيها الزياده والنقصان كذلك. هذه 10800 ريال حسب الله للغرام ان شاء الله. الغرامات ديالها هو لهذا كنقول لكم بارطاجيو، راه مازال شي لايف اليوم كله غنديروا لكم غير قديم، يلا حيت غبرت عليكم غنقول كل قديم. هذا الجرام فيها 6.9 مضروبه في 540 درهم للجرام، هذه كتقام ب 3620 درهم، 72400 درهم باش كتقام هذا الكورميت. فيها برونز دي برونز دي بيض ودي صفر، كورميت الحصيره الخميسه والزياده والنقصان، وواحد المقفل تبارك الله الكبير ما شاء الله. اللي كان سبق لها ديال البنات هذه في الذهب المستعمل، اليوم كاع اللي كيبارطاجيو معنا راه غيشوفوا غير الذهب المستعمل، الذهب اللي اقل حاجه غتلقاه، ارخص حاجه تلقاها 50 درهم حتى ل 200 درهم ناقصه في الجرام. هذا الشيء مجوهرات غزه اللي كتواجد في رقم واحد نقص موسكو احد فاصلو. وقولوا لي شنو بغيتوا في القديم، اللي بغيتوه في الكومنتير قولوها لي، اي حاجه اي حاجه طاحتكم على البال بغيتوها في الذهب القديم بثمن رخيص قولوها لي انا نحققها لكم، ما كاينش المستحيل. مجوهرات غزه الناس اللي كتسول على المنظم حتى هو كاين في القديم، اللي باغي المنظم في القديم موجود. شوفوا على همزه غنصيفط لكم، هذه همزه طوندونس، هذه ما عمرك كدي موضه حاجه بالنسبه اللي كيسول عليا، راه ما يمكنش نجاوب وما يمكنش نعطيه البياسه وانا كندير اللايف وهو كيسول عليا. اللي كيسول عليا في اللايف كيف كنقول كل لايف، اللي كيسول عليا هو اللي وانا داير اللايف راه هذيك البياسه انولي عندي. شوف 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 هذا الشيء في القديم، ولكن 540 درهم للغرام، 10800 ريال للغرام، ما خصها حتى شي حاجه، خصها فقط غسيله خفيفه وتلبس في اليد تشوف كتجي. دواب غورميت ديال الدواب، غورميت ديال الزينه وخزينه، هادي 10800 ريال للغرام، 10800 ريال للغرام. هاد لا غورميت، هادي غورميت الهيرميس الغنيه عن التعريف، اللي كيبغيها الصغير كيبغيها الكبير. 10800 ريال للغرام قديمه، ولكن السميات القديمه اما هي شي حاجه الصح والعمل، يعني ديرها في يديك وفيكسيها وفلوسك مخبعين فيها. فيها 12.06 مضروبه في 540 درهم للغرام، كتقام 6512 درهم. 12 درهم الله يسامح لك هي، خذوها لوليداتكم بشي حاجه قول لهم هذه ديال مجوهرات غزه، وعطينا 6500 درهم، وخذ لا غورميت وخذ التوصيل حتى لباب الدار وخذ الهديه معاها، اش بغيتي اكثر من هذا الشيء؟ وبواطا خلاص بطبيعه الحال كتكون بواطا كتحمق. هاد حوالي قد الربع كاينين موجودين، نص الويزا كاينين الخدام. هادي الشوا 6500 درهم، 130000 فيها 650 الاورو. شوف كنقول لكم بارطاجيو، راه هادشي اللي غتشوفوا اليوم كله قديم، بارطاجيو اللايف، اي واحد بارطاجا راه كيكون من النصيب ديالو هادشي القديم. الناس اللي بغاو حلقات نص الويزا ماشي الربع، نص الويزا القديمه حتى هي كذلك موجوده، هادي راه كتباع دي بياس هي خلاص، غير مجوهرات غزه كتجبد لكم هادشي من الكنز.
هادشي ما بقاش كيتخدم، حتى اللي كيتخدم راه كتلقاك 100 درهم ناقص عليك في الجرام. شوفوا معايا هادو اليوم ب 42000 ريال، حلقة نص لويزا. شوفوا القطيب ديالهم غليظ ماشي رقيق، ماشي اللي كيتخدموا دابا. لا ها انتم معاه يعني حتى شوفوا حتى الغسالة مازال ما وصلوليش. 2100 درهم 42000 ريال، 42000 ريال هادو 2100 درهم حلقة نص لويزا قديمة الراس 42000 ريال، فيها 4 ديال الطاسات شي حاجة كتحمق. هادي اللي بغاها اللي بغا يتواصل معايا في الواتساب، نمرة ديال الواتساب 06-21-24-46. براسلي ديال الكلاش حتى هو كاين في المستعمل، كاين براسلي وكاين لونسومبل ديال الكلاش. يلا هادو 3 4 2100 درهم 42000 ريال 210 الاورو. براسلي ديال القدام صبروا معايا راه غندوز لكم كلشي، كلشي غندوزو لكم. هادو لا هادو ما قدامش جداد، غندوز لكم. عندي واحد الهمزه، واحد الهمزه غندير لكم ليها واحد الثمن خيال. اليوم الديب غادي يبدا عند مجوهره غزه، شوفوا على همزه نجيب لكم ارخص همزه في اللايف اليوم. ارخص همزه، ركزوا معايا على ارخص همزه غتكون في اللايف ديال اليوم. فيها 20 غرام فاصلة 79، 89 ربي. ارخص همزه في اللايف هي هذه 20 غرام فاصلة فيها فاصلة 8، انا ما اظن تسمحوا لي لكن 20 غرام فاصلة 8، هذه 20 غرام فاصلة 8. شحال بغيت نحسب لكم الثمن ديال هذه؟ انا اذا عطيتوني شي ثمن معقول غنعطي داك الشيء اللي بغى الكليان ديالي هو اللي غنعطي الثمن. شحال بغيتوا هذه نحسبها لكم في القديم؟ يلا شحال انا نعطيكم الاختيار للكليان ديالو المشاهدين ديالو يقولوا شحال هذه في الدبل المستعمل قديمه شريتها وقلت نبيعها للحباب ديالي احسن من دوبها. يلا شحال بغيتوا الثمن ديال لكم الثمن الحقيقي؟ الناس اللي كطيح الثمن بلا ما تكومونتيو تفرجوا بلا ما تكومونتيو، الناس اللي عارفه الدم الثمن تعطيني شحال تبغي نخلي لها، نخلي لكم الثمن ديال هذه الغرام. هي فيها 20 غرام فاصله 8، 20 غرام فاصله 8 رايان 500 درهم، انا خصني 480 450 زاد طيحتي بزاف كاين شي دابا 450 480 راه في الوسط 500. شوف كلشي كيقول 500 يعني ما حد الكليان كيقول 500 والا هادشي اللي كاين في السوق الا لقاو في المستعمل، ولكن مجوهره لا مجوهره غزه شحال غتحسبوا منك؟ 480 درهم. هادو ب 480 درهم 9600 ريال الغرام، 9600 ريال الغرام. هاد السريتله بهاد الفينيسيوم وهاد الخدمه شوفوها قديمه ولكن ما كاين لا ضربه لا تهريسه لا حتى شي حاجه، يعني مازال في حاله جيده. تشديها واحد غتلبسيه للدوام وثلاثه ان شاء الله للمناسبات. هادي 9600 ريال الغرام، ما كاينش 500 درهم 480 درهم. مجوهره غزه كتبيع باقل ثمن للحباب ديالها، 20 غرام فاصله 8 مضروبه في 9600 ريال الغرام كتقام ب 199600، 199000 ريال. حتى ديك 600 الله يسامح فيها 199000 ريال. هادي سوم 9600 ولا اقل فيها 20 غرام فاصله 8 كتقام 199000 ريال. اللي بغاها ما عليه غير يتواصل معايا في واتساب، نمرة الواتساب 06-21-24-46، ولكن كون بارطاجي معايا اللايف باش يستافد من هاد الميزات القدام. فيها 5.5 القياس يعني صغير، القياس ماشي كبير، القياس 5.5 قياس صغير 20 غرام فاصله 8، الثمن الغرام هو 9600 كتقاب 199600 ريال. حتى قلت لكم ديك 30 درهم الله يسامح فقط نشدو حنا 199 ونعطيك التوصيل بالمجان والهديه مع هاد الارتيكل. هادو ثلاثه البراسيات في الذهب المستعمل دوزيام ما يعني خديناهم عند الكليانه، درنا واحد الربح ديالنا قليل وقلنا نعطيوها للحباب ديالنا يستافدوا منها. علاش يشريوها جداد ب 570 درهم الغرام، يشريوها قديمه ب 9600؟ شفتوها؟ اللي بغاها يتواصل معايا في واتساب البنات، ها هي كاع لي ديتاي عطيتكم عليها. نحيد لكم هادي، بغيتو غير السلات نعطيكم. عندي هادي، عندي هادي
شحال بغيتو؟ 10600 ريال الغرام هادي، جوج بلا جوج في الذهب الصفر وواحد في الذهب الابيض، هادو حتى هما في القديم. شوف هاد الموديل، موديل راه عرفت عاد خارجين في جدال، وما زعما مطلوبين اي واحد كيبيعهم في فيترينا، ما غاتلقاهمش بزاف في الفيترينات، وفاش كيشدهم دايما كيبيعهم، ولكن مجرد غادي شريتهم في القديم غاتبيعهم لك في القديم. بصيت عطيني نغسلهم ونبيعهم في الجديد، حيت انا اصلا ما عنديش، ومن الاحسن نشريهم نشريهم عند المراه بداك الثمن، ولا نعمرهم جداد 580 590. ولكن لا، يعني الحاجه قديمه قديمه الصدق والمصداقيه، والجديده راه جديده. هادو 10600 ريال الغرام، 10600 ريال الغرام ديب الغرام، ماشي بالموديل، ها هما. ونقى لا ديفو لا حتى شي حاجه، توصيل بلا غارونتي ديالو جميع الضمانات. هادو مبروم داير بحال القنطره هكا، مبروم غزال، كيجيو جوج مبرومين، جوج في الذهب الصفر وواحد في الذهب الابيض. غنعطيكم مانكا تشوفوهم كيفاش كيجيو، كيجيو غنعطيكم بعدا القياس. القياس ديالو بالبنات هو حتى القياس غزال 5.9، هادشي اللي سبق لهم صحتو راحتو 5.9. بارطاجيو اللايف، راه مازال ميزات في الذهب المستعمل، 5.9 في القياس، شفتوه خويا ميستالا، واش تلعب في دارك باي براسلي سواء كان ذهب سواء ماشي ذهب، عبروا غير بهذه الطريقه تعرف شحال كتلبس. نعطيكم الجرامات ديالهم، عاد نخلي لكم اخر صوره اليوم. هادو ب 10600 درهم للغرام، فيهم حتى هما 20 غرام، 20 غرام مضروبه ب 530 درهم للغرام، كيتقابوا ب 10600 درهم. عرفتي 10600 درهم يا ربي، مليون و 12000 ريال، جداد كيديروا 12000 درهم. الا نقصتي 12000 درهم ناقصه عليك 1400 درهم، 1400 درهم، وهادو بحال جداد بحال ما عمرهم تلبسوا، البريون الاول ديالهم باش خارجين مازال فيهم. غنجيب دب ديال زينه وخزينه، مرحبا بكم عند مجوهرات غزه. شفتوه هذا 10600 درهم، مليون و 12000 ريال، فيهم 20 غرام، الثمن ديال الغرام اللي حاسبين لهم اليوم هو 10600 ريال الغرام. شفتوهم نحيدوهم لكم، وعندي وحدين كذلك، عندي وحدين غزالين عاوتاني. عندكم اليوم الثلاثيات اللي ما كاينينش في الجديد غندوزهم لكم هنا في القديم. عندي واحد ثلاثية عاوتاني في الدم المستعمل، رومية عصرية. هادو شوف 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 براسليات الصح، اللي كيبغي الصح وكيبغي الدق وكيبغي يخبع فلوسو، ها هما براسليات المتانة، فيهم 20.97، يعني 21 غرام فيهم. شفتوهم فيهم هنا جوج حجيرات خفيفين ومغروسين لداخل، ما كيطيحوش حيت هما لداخل مخدومين البراسليات، البراسليات مدوبلين. شفتوهم هادو كيمشيو بثلاثة البنات، صحاب واحد وصحاب جوج كنعتذروا منهم، ما يمكنش نبيع واحد في حالة إلا ما تباعوش بعد أسبوع ثلاثة نقدر نعطيكم واحد ولا جوج. شفتوهم براسليات واعرين، أهم حاجة أنهم متان، يعني ما برك نعس بهم ما تخافش منهم يترسوا. قلت لكم تقريبا فيهم 21 غرام، هادو شحال غنحسب لكم؟ 10500 ريال الغرام. هادو ب 10500 ريال الغرام، هادو روميين، براسليات روميين كيتحلوا يتسدوا من هنايا، 10400 يلا فقط، يلا غير 10400، غبرت عليكم غنجي نعطيكم ثمن مناسب 10400 ريال الغرام. القياس فيهم 5.7 كيف كتشوفوهم، 5.7 10400 ريال الغرام. هادو كيتقابوا البنات بمليون و 18000 ريال، اللي قبل منهم هادو كانوا كيتقاموا بمليون و 12، هادو بمليون و 18، 10900 درهم ثمن الغرام، هو 10400 ريال الغرام. شوف نعطيكم تا هما، نخلي لكم صورة عليهم مجموعين تشوفوهم كيفاش كيجيو فنين فنين، براسليات ما كاينينش في الجديد، هو تلقاو عند مجوهرات غزة في القديم. شفتوهم البنات اللي عاد دخلوا جداد، مرحبا بكم، شكرا لكم بزاف على البارطاج. حنا مجوهرات غزة عند زكريا اللي كنتواجدوا في رقم واحد زنقة موسكو أهداف أزرو، كنتواجدوا في السويقة ديال أهداف أونفاس مع يوسف الخضار أو الطاحونة القديمة. المعهد مجوهرات غزه جيتي للمدينه ازرو، صيفطنا ميساج في هذا النمر ديال 0621240072، صيفط لك لوكاليزاسيون ونجي حتى يا ربي مرحبا بك حتى الدار، مرحبا بك. هذا اليوم اللايف الناس اللي ما عارفينش، هذا لايف خاص بالذهب المستعمل، كل بياسه ناقصه فيها 50 درهم حتى 200 درهم في الجرام. هادو براسليات في الذهب المستعمل كل واحد بثمنه هما شفتوهم. شنو نزيد معكم عندي، شنو بغيتو اخر في المستعمل؟ او نعطيكم الكلاش في المستعمل، شوفوا معايا البراسلي ديال الكلاش في المستعمل، الكلاش في الذهب المستعمل، هادشي عند مجوهرات غزة كيخلع كيخلع، الكلاش اخر ما كاين في الكلاش، هاد الكلاش معروف، الكلاش كاين غير سامبل عارفين انا نوريكم، الكلاش
كاين موجود ولكن موجود هذا السامبل. واش قلت لك الا جابتك مجوهرة غزة جديد بالثمن القديم، جديد ثمن الهمزة 10600 ريال الغرام، هاد بلاصتي الكراش. اللي بغات شي حاجة يتواصل معايا في نمرة الواتساب اللي هي 0621 24 0072، يخلي لك كوموند ديالو تما. هذا براسلي ديال الكراش في الذهب المستعمل، الأواخر ديال البراسليات في الذهب الثمن القديم. شوف وتقيل تبارك الله، القياس ديالو هو 6 سنتيم حتى 95.6، يعني إلا غير لبس 95 غير لبس 6. شفتوه الحجيرات ديالو خلاص راه بيان سيتي ورقي ورقي، ما كيعبروش بدا أصلا وما يطيحوش. هذا براسلي ديال الكلاش ب 10600 ريال الغرام، نعطيكم شحال فيه من غرام. الغرام فيه 17 غرام فاصلة 66 على ما اظن، غنتاكد لكم. ثقيل هذا تبارك الله، ولكن انت كتشري وتخبع فيه فلوسك. 17.64 مضروبه في 530 درهم للغرام، كيتقام ب 9350 درهم. هذا براسلي ديال الكلاش الثمن القديم 9350 درهم، 9350 درهم. هذا براسلي الكلاش في الذهب المستعمل. دوزيام ميزه، هذه ميزه من الميزات اللي دازو. شتوه براسلي ديال الكلاش غزال، فين زينه وخزينه. شوفوا كنوريكم لي ديتاي ديالو كيفاش مخدوم. شوفوا السداده تبارك الله فيه ما شاء الله عليه غزاله. هذا ب 10600 ريال الغرام، الا ضربتي الوزن ديالو 1764 ف 10600 كيتقام 9350 درهم، 187000 ريال. ولكن راه تقل، هذا راه الا خديتي جديد الثمن الحقيقي ديالو غادي تاخذ على الاقل خصك واحد 10900 درهم 10800 درهم، حيت هذا كيتباع بالموديل. واليوم مجوهرات غزة جابتك ب 10600 بالغرام. واو لا ميزه غنوريكم دابا كي دايره ولا استعدوا معايا للميزه ديال اليوم. ولكن سمعوا كنبيعو كامل، هذا كيتباع كامل. الناس اللي كتعشق الذهب 750 راه عارفه شنو هو 750. ها هو جابت لكم مجوهرة غزة. البنات عافاكم، بغيت شويه ديال الكومونتير ديالكم. اللي عارفه الذهب 750 شحال كيدير الغرام تخليها لي في الكومونتير باش نعبر لكم هذا الانصوب اللي جايب لكم اليوم. وموجود عندي المستعمل ان شاء الله اليوم غنلبس لكاع الناس اللي بغات القديم. انا غنوريه لكم ونقول لكم شحال الذهب ديال 750 شحال كيتساوي الغرام. عطوني شويه ديال الكومونتير باش ندوز لكم هذا الانصومبل. 700 درهم للغرام اخت رجاء، بغيت كومونتير اخر باش ما يقولوش راه عطوني الذهب 750. اللي كيعرف الذهب هو 750 كيكون بيان سيرتي ديال ساقين، يعطيني شحال ساوي الغرام باش غنوريكم هذه الميزه ونقول لكم شحال غنحسب لكم ديال الغرام. 630 واخا كيدير لك صرافتي من 630، ولكن انا معاك غير باش تعرفي الثمن اللي غندير لكم اليوم. عافاك ورينا النجا والمنضم. المنضم حتى هو كاين في القديم، حتى المنضم راه كاين في القديم، غير وجدوا معايا. 700 درهم دابا ثلاثه ديال الكومونتير، ها انتم 620. اجي تسمعوا مجوهرات غزة شحال احتسب لكم اونسومبل كيتباع كامل ديال لويزا ديال 750. ها انتم حجيرات الفيس، هاد لونسومبل هذا هو اقسم بالله ما ملبوس. انا شريتو، التوصيل اللي شريتو تباع في نهار وتشرى في نهار. ومجوهرات غزة شوف ما غاتكذبش على الكليان ديالها وغتخليه لها ثمن الهمزه، ثمن القديم اللي متعوده تسمع عند مجوهرات غزة. مجوهرات غزة جات ديال الثمينه ديال الدرويش، اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. هذا هو الشعار باش بدينا ان شاء الله، هذا هو باش غنبقاو معكم. هاد لونسومبل هو جديد وانت غتاخذو بالثمن القديم. اش بغيتي اونسومبل ديال لويزا فيه السلسله البوندونتيف ما شاء الله. شوف على البوندونتيف يا سلام، شوف لا كورميت خلاص، لا كورميت الزياده والنقصان. لي بوك الغزالين تبارك الله روميين وبلديين. هاد لونسومبل شحال غنحسب لكم الغرام؟ نتوما قلتوا لي كيدير 700 درهم الغرام. واجي تسمع مجوهرات غزة شحال غتحسب لك؟ مجوهرات غزة غتحسب لك سيدي على لا 10800 درهم للغرام، 540 درهم للغرام. هاد لونسومبل ب 540 درهم للغرام اللي نتوما حكمتوا انه كيدير 700 درهم للغرام، نتوما كتحكموا 540 درهم للغرام. هاد الخير كامل غيتقام ب 13850 درهم، 1385 الاورو.
هاد لونسومبل ب 13850 درهم. شوف 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 الرخاء كيخلع عند مجوهرات غزة. شوف الهمزة اللي جابتكم مجوهرات غزة، الذهب ديال 700 درهم للجرام، ها هو ده عند مجوهرات غزة ب 13850 درهم. شحال حاسبين له الجرام؟ حاسبين له ب 10800 درهم للجرام، 540 درهم. يعني على الاقل 25 درهم، انتم 700 نقصوها انتم بالماكينه تحسبوا 700 ناقص 540 درهم من الجرام، كتبقى لكم 160 درهم اللي ناقصه لكم على الثمن الحقيقي ديالو. هو 160 درهم ضربتيها في 520 غرام، ناقص عليك لا لا 4000 درهم اللي ناقص عليك مجوهرات غزه. لهذا كنقول لكم بارطاجيو اللايف، اي واحد كيبارطاجي اللايف كيستافد من الميزات ديال اليوم. اي واحد بارطاجي اللايف راه كيستافد من الميزات ديال اليوم. طاقوا الاحباب ديالكم والخوت ديالكم، قول لهم اجي تشوفوا ارخص تاجر مجوهرات في المغرب، وانا كنتحدى هذا الثمن يديروا شي واحد. وهذا الاثمنه اللي كندير لكم في اللايف، هذا تحدي. شوفوا 10800 درهم للغرام، دابا هذا نغسلو كيف ديما نحطو في فيترين ونبيعو لك ب 700 درهم للغرام. لا وانا ما نكذبش عليك، انا شاريه قديم ما نكذبش عليك، شاريه بثمن قديم غنحسبلك الثمن القديم. 10800 درهم للغرام شفتوه؟ هذا البنات كيتباع كامل، كنعتذر من صحاب واحد وجوج كنعتذر منهم. نزيدكم شنو من الميزات، يلاه بارطاجيو شويه، طلعوا اللايف، طلعوا اللايف البنات. الفانت ليف وجدوا لي صحاب الفانت ليف في المستعمل، الفانت ليف في المستعمل. وجدوا لي الفان كليف في المستعمل البنات، اونسومبل ديال الفان كليف، والفان كليف الجديد، الفان كليف ديال التوندونس. انا غنوري لكم الحقيقي الفان كليف الفري الثقيل. وما هذا حتى هذا مستعمل، حتى هذا عندي في المستعمل، ولكن اصبروا نقول لكم السلسله فيها واحد ديفو محلوله، يعني نعطيكم البوندونتيف السلسله غندوبها انا، غير علقتها لكم باش تبان لكم فيها حيت شريتها منها، ولكن صدقات تحلات لي ما بغيتش نصاوبها ونعطيها لكم. لا ما نعطيكمش الحاجه اللي مصاوبه ولا الحاجه اللي معاوده، لا نعطيكم غير الحاجه اللي نقيه. هذا غنبيع لكم لا باك ولا غورميت خلاص. كذلك شوف القفل اللي فيها الممتاز 750 درهم، 750 مقيده هنايا، وكذلك هنايا زياده ونقصان كيف متعودين على حسب يديك واش رقيقه ولا غليظه. غنبيع لكم لا باك ولا غورميت والبوندونتيف السلسله. الا ما عندكش عندك شريها عندك، ها هي عندك ما عندكش شريها في جديد ولا، المهم حنا اللي صالح نوريو لك. هذا اونسومبل في الذهب المستعمل، انا نعطيكم الثمن ديالو، انا وريت لكم بعدا غنعطيكم الكراماج ديالو الثمن. اليوم ما بقاليش الوقت فين ندير لكم كنظم جديد. هذا فيه 13.41 البنات، 13.41 هذا لونسومبل ديال فانكليف فيه 13.41 فانكليف الثقيل هذا 13.41. الا ضربتيها في 10600 درهم للغرام، هي 530 درهم، 750 ب 530 درهم للغرام، 13.4 مضروبه في 530 درهم للغرام كيتقام ب 7100 درهم، 7100 درهم 710 الاورو، 142000 هي ثلاثه البياسات صحاح وتقالي، 7100 درهم 142000 ريال. هذه ميزه من الميزات حتى هي، بارطاجيو اي واحد بارطاجي اللايف راه كيستافد من هذه الميزات القدام. نزيدكم كذلك عندي اونسومبل للناس اللي العشاقه اللي كتبغي شي حاجه خفيفه وظريفه تخدم بها، عندي اونسومبل فن الفن ديال الفن، عندي اونسومبل الفن ديال الفن، غير خصو شي شويه شي حجيرات ولكن دابا نصاوبهم لكم. هاو في لا غورميت يا ربي عفوا، في البوندونتيف ولي بوكل طيح لها واحد شويه الحجرات، انا دابا نصاوبهم لكم خاص على حسابي. وفي لا باك الخاتم خلاص ما يديش على القياس، يقدر يتزاد ويقدر يتنقص في اي محل في المغرب. هذا 5.44 غنحسب لكم، هذا حتى هو كذلك شحال غنحسب لكم 10600 ريال للغرام يلا، والحجيرات غنصوبهم لكم على حسابي، وتا هو فيه الهديه وفيه التوصيل بالمجان. هذا كيتقام ب 2900 درهم، 2900 درهم، 2900 درهم البنات، هذا 58000 ريال، ثلاثه البياسات 290 الاورو، 58000 ريال. اونسومبل غزال ثمن جوج بياسات، تاخذ الحلقات ولا باك ثمنها، وتاخذ بحال هكا تاخذ البوندونتيف هدية في الثمن القديم،
شفتوه؟ ها هو الحلقه لا هادو خلاتو خليناهم واحد السينه. عندي هادو حلقه الفروش، هادو 18 كره، اسمعوا لي هادو 18 كره، ولكن خدمه قديمه، يعني خدمه تخدمات 1911، هي خدمه قديمه ولكن غير 18 كره. ها انتم لويزا، ولكن ما نكذبوش عليك غير 18 كره. هانت هادي حويلي قاد الفروج، هما 18 كره ولكن قدام. شوفوا على قطيب تبارك الله ما شاء الله فيهم غليظ، يعني هما تخدموا هما في خدمه قديمه، غير هما تخدموا ب 18 كره. شفتوهم حويلي قاد غزالين الفروج، الصح والعمل اللي بغى يهديهم للوالده ديالو او العجوزه ديالو، ما كاينش ما احسن من هاد الحويلقات، تاخذي الرضا من كل طرف. يعني هذا الشيء دابا ما بقاش، ولا دابا لويز مطلوب، هادو حويلقات غزالين. نعطيكم الثمن ديالهم، الثمن ديالهم مناسب بزاف، 3700 درهم، 3700 درهم 74 الف ريال. هادو ب 4700 درهم 73 الف ريال، 74 الف ريال، 370 الاورو، 370 الاورو. الحلقات اللي بغاوهم معايا غير تواصل معايا في واتساب، من الواتساب 06 21 24 02 46. البنات حاولوا تبارطاجيو، راه مازال الميزات، مازال من الناس تقدر تكون من النصيب ديالك شي ميزه وما تكونش بارطاجي اللايف معنا. حويلقات كتشم فيهم ريحه جدود، حويلقات القدام حرين. غنزيد معكم، مازال معكم، عندي هاد الباك مغرياج، عندي هاد الباك مغرياج اللي يجيب موج بكا بواحد بيض واحد صفر، شفتوه حاسب له بواحد الثمن مناسب 490 درهم للغرام. المقاس ديالو هو 1.7، ويقدر يتزاد ويقدر يتنقص. هذا حاسب له 9800 درهم للغرام، 9800 درهم للغرام، 490 درهم للغرام. ثمن الهمزه، ثمن الذهب المستعمل، ولكن هو في حله جديده. هادو 9800 درهم للغرام، 490 درهم. نعطيكم الثمن ديالهم باش ندوز لكم عاوتاني لحاجه اخرى. فيهم 5.57 غرام، 5.57. البنات وصلنا الفقره ديال النص ديال اللايف، نعرفوكم براسنا الناس اللي عاد تدخلوا جداد، مرحبا بكم، صبروا معنا. هذه الفقره ديال الذهب المستعمل اللي الثمن كيبدا من 9600 حتى 10800 درهم للغرام، اقل من الجديد، الجديد راه كيبدا من 11600 حتى 14000. حنا الموديلات ديال 14000 دايرين لهم اليوم الثمن القديم، الثمن الهمزه كيف كنقول لكم حاسبين لهم 540 درهم للغرام. نمرة ديالتي في 06 21 24 02 47، اللي بغى يتواصل معنا عبر الواتساب او في لي زابيل بعد ما كنساليو اللايف. اللي بغى يزورنا المحل كنتواجدوا في السويقه ديال لحدا في انفاس مع يوسف الخضار، الطاحونه القديمه ازرو، كنتواجد في نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه تيفان، والتوصيل كاين لجميع المدن المغربيه، فيما كنتي في المغرب نصيفط لك لاكوموند حتى لدارك. على تبارك الله قلت لكم هذا 5.57، حاسبين له 490 درهم للغرام، كيتقام ب 2729 ولا 2730 درهم، 2730 درهم، ثمن 9800 درهم للغرام. هاد السلعه ديال الموديل كنبيع لكم بالغرام، وثمن الغرام اقل 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 من الجديد بزاف. وخويت مات انتوما، يعني غزالين، يتلبس هذا سوليتير بوحدو ويتلبس هذا بوحدو. ما كرهتكمش، وصلنا النص ديال اللايف قبل ما نستمروا في اللايف. الى كنت عزيز عليكم كلكم غادي تهبطوا لي كومونتير، سمحوا لي ما جاوبتكمش حيت توحشكم صلاه الله، لهذا موجد لكم بزاف ديال المستعمل كنحاول نوري لكم كامل باش كلشي يستافد. ما كرهتش كلشي يهبط الكومونتير ويقول لي ما تبخلوش عليا بشي كومونتير زوين، وقول لي كيف شمن مدينه كتشاهد اللايف دابا حاليا. كل واحد يقول لنا فين جالس كيشوف اللايف شمن مدينه، بغينا نعرفوا كاع الحمد لله كيشاهدوا اللايف، سواء المغرب سواء خارج المغرب، فين ما كنتوا مرحبا بكم. يلا على ما نزيد نجيب لكم شي حاجه في القديم، في الدهب القديم، خليوا لي في الكومونتير كل واحد في مين كيشاهد اللايف ديال اليوم. غنحاول نقرا البدايات بعدا باش نستمر معكم. اول مدينه هي مدينه رباط العاصمه، مرحبا بك. زيدوا يلا زيدوا، انا على ما نجيب لكم عاوتاني من الخزينه ديال المستعمل.
مكناس رباط بلجيكا كازابلانكا العيون الصحراء فرنسا هو دابا الجاليه كنشوفوها في البرد سبحان الله ركزوا معايا في الجاليه في البرد كتكون معانا بكثره على على في الصيف الصيف كيكون الوقت متاخر بزاف بيناتنا يلا يلا على هادكم الكومنتات ديالكم كنوجد لكم شي حاجه في القديم طوب دابا دابا ندوز لكم يلا على راسكم انت وانا نخلي لكم عين تاوشطات حتى انا ماما قصريه مرحبا يلا شوف اش كيكون التعارف ما بين الكليان في المدن بيناتهم يلا على ماجد لكم القديم والناس اللي كانت باغا تنسى الحضور جبتها لكم في المستعمل ها هي لقيتها لكم وفنا لهذا كنقول لكم كومون شحال ما بارطاجيتو معنا اللايف شحال ما كتخليو لي انا نجبد لكم واجد لكم ننضم حتى هو على ما يلاه غادي تخليو لنا كاع كل واحد ملي كيشاهد اللايف ديال اليوم غنوجد لكم المنظمات القدام اللي لكم نوجد لكم اسبانيا الجاليه الاسبانيه متواجده بكثره مدينه ازرو في كتواجد المحل ديال مجوهرات غزه ايطاليا مكناس كازابلانكا غبرتو اليوم بزاف السوق لحد او اليوم سبحان الله شتي كليان جداد عندنا في اليوم شي مدن ما عمري سمعتهم شفتهم اليوم في اللايف غنستمر خليو البارطاج ديالكم وغنستمر معكم في المستعمل يلا شوفوا معايا وركزوا معايا عندي سنسلة الذهب بالموس هي اسمع غير كتسمع هالسمية المستعملة غير كنبغي نقولها لكم من بياسة جديدة 19.37 شنو هي هادي اللي فيها 19.37 اجي نوريك شنو هي فيها 19.37 سنسلة ديال السبولة مع علاقة للفن ديال الصانع المغربي شوف 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 وهادي هادي اللي ما عنديش انا في الجديد غنبيعك انت في القديمة كليان ديالي هادي 10800 ديال الجرام 19.37 عرفتو هاد السلسلة كدير 700 درهم للغرام هادي 750 وشوف كي مازالها جديدة علاقة مخدومة بخدمة على حقها وطريقها يعني الصناعي اللي شد هادي وخدمها ضرب فيها ثمنها شوف هادي 10800 درهم للغرام هادي راه تلبسها للحضور هانتو سنسلة سبولة صح داكشي اللي كتقلب عليها تلقاه في هاد السلسلة شوفوا غير القفل ديالها تبارك الله كيداير هادي فيها 19.37 كتباع كاملة السلسلة والعلاقة مضروبة ب 540 درهم للغرام كتقام سيدي عليك هذه ب 10450 درهم 10450 درهم 10450 درهم 1045 الاورو شوف شوف على همزة لهذا كنقول لكم بارطاجيو شوفوا هاد الهمزة هادي فقط غتلقاها غير عند مجوهرة غزة هادشي بالتيك ايد الثقة في النفس هادي ما كاينش اللي غيبيعك ب 10800 مجوهرة غزة غتبيعك ب 10800 وتلقاك ديفو واحد ترضى خويا زكا اللي وريني شي ثلاث دمانج في حدود 12 درهم اختي ومرحبا انا الا بقى غير شويه هذا الوقت دابا عندي المستعمل كثير نسالي على المستعمل ندوز اختي اللي بغات هادي 10800 درهم للغرام 540 درهم للغرام كتقام ب 10450 درهم مليون و 9000 الريال ما ننساوكمش كنعتذروا منكم كنساوكم بعض المرات ولكن سمحوا لي اللي بغات شي حاجه البنات ما غير يتواصل معايا في نمره الواتساب اللي هي 0621 24 02 46 ان شاء الله غنجاوب اكبر العدد ولكن ابتداء من غدا نقدر نجاوب اليوم شي حاجه ونقدر غدا المهم غير اللي صيفط لي شي كوموند على شي حاجه لا كوموند راه كدوز للبنات بالسميه والكنيه ديالك مع النمره التليفون مع العنوان العنوان فيه الحي الزنقه المدينه والنمره التليفون شفتوها هذه سلسله غزاله ما تضيعوش هذه بياسه وحده اللي كاينه شوف الميزات اللي كاينه كتشوفوا بياسه بياسه غورميت الاناناسه هايا الكورميت ديال الاناناس في الدار المستعمل هايا
شفتوها هذه في الذهب المستعمل. شوف السلسله فيها الشوبار، فيها ديبوندونتي فنين في الجناب، شكل دويره صغيره، فيها سلسله شوبار تسدها في القياس اللي بغيتي، والعلاقه الاناناسه غزاله. هذه في الذهب المستعمل وبشحال دايره؟ 10700 ريال الجرام، 10700 ريال الجرام، 10700 ريال الجرام. فيها 5 غرام 0.3، قول 5 غرام فيها، شفتوها؟ فيها 5 غرام تقريبا، 5.03 زعما زايد واحد تكون غير 5 غرام. ويلي اللي ما حاول تجاوبنا اليوم الا بغيتي وقدرتي. مرحبا، نتمنى خير اختي. كيكونوا لي ميساج كثار كتلقى 200 300 400 ميساج، راه كاين كنعتذر بزاف، كنقول 700 ميساج ما بقريش عندي، ولكن ما عنديش كي ندير نقرا. واللي صيفط غير عاودي صيفط، راه ما كاينش المشكل، راه ما عندكش المشكل. اسمع، راه ما كنتقلقوا من حد، فقط الا لقيت هذه الخدمه. لقيت هذه الخدمه الصباح راه مع 11 كنساليو مع جوجونس، العشيه مورا العصر حتى العشرة، والوقت راكم عارفين دابا كيرجع اللور على حساب البرد. هذا هو الوقت فين كنكونوا خدامين ونقدر نجاوبك على راسي وعيني ومرحبا بالجميع. حنا ما كنديروا هذا اللايف الا خصنا نجاوبوكم، وحنا ما كرهناش كلشي يستافد معنا. 5.03 قلنا، قول 5 غرام مضروبه في 535 درهم، 10700 درهم كتقام ب 2670 درهم، 2670 درهم، 267 الاون غورميت ديال الاناناسه غليظه. وعندي هادي، عندي هادي عاوتاني ديال ليبول، غورميت ديال ليبول في الذهب المستعمل عند مجوهرات غزة. هادي غورميت ديال ليبول كيف كتشوفوا، ها هي مع الزياده والنقصان والخميسه. هادي 10700 ريال حتى هي الغرام، 10700 ريال الغرام. يعني هادو ما بقاوش بالموديل وما بقاوش اثمنه محتكره، اليوم ب 10700 ريال الغرام ذهب 18 الكره اللي كيبيعوا كاع الذهبيه في المغرب، وزائد التوصيل ديالو معاه والتوصيل من المجان لجميع المدن المغربيه ومع الهديه. نعطيكم الغرامات ديالها مع الثمن. بالنسبه للغورميت عندي في الجديده البنات، ما عنديش في القديم، كانت عندي وحده قديمه راني وريتها، فيه 5.72، 5.72 مضروبه في 530 درهم. لا 5.72، اسمعوا لي 10700، 5.73 مضروبه في 535 درهم، كتقام ب 3065 درهم، 3065 درهم، 3065 درهم. هاد لا غورميت هادي، هادو اختي كاع البنات اللي دخلوا جداد، هاد الفقره هادي كلها ميزات. اللايف ديال اليوم راه غيبقى مؤنش ديستري في الفيسبوك، كلشي ميزات. اصبروا معايا، راه اي حاجه بغيتوها خليوها لي في كومونتير وانا غنوريها لكم ان شاء الله. هادي دوجي كابانا، الناس اللي كتعشق لا مارك، الناس اللي كتعشق التمييز، ها هما غورميت ديال دوجي كابانا، فيها 5.30 غرام، 5.30 غرام، 5.30 غرام ب 10700 ريال الغرام، غير 10600 ديال يلاه، 10600 ديال الغرام، 10600 ريال الغرام. شوفوا القفل ديالها ذهب، القفل غليظ يعني باش ما طيحش، 10600 ريال الغرام، 5.3 مضروبه في 10600 ريال الغرام. مره نقول لكم بالريال، مره نقول لكم بالدرهم، كتقام 56200، 56200. اللي بغا يتواصل معايا في نمره الواتساب اللي هي 06-21-24-02، كنتواجدوا في رقم واحد زنقة موسكو احدى في ازرو، كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. شفتوهم؟ وغنعطيكم اخر غورميت هادي، سمعوا هانتوما شوفوا هالي ديطاي ديالها باش ما يقوليش شي واحد لا. هانتوما هادي راه كانوا فيها الخريشات، طاحت لها وحده، بقاو لها ثلاثه، 10600 ريال الغرام. ها كي دايره، شوفوها مزيان، شوفوا لي ديطاي ديالها، المهم التقطيعه ما مقطعاش. المهم هانتوما كيف كتشوفوا الحاله ديالها، التقطيعه عندكم هادي الخرسه اللي كانت طاحت لها من ديك الخريشات، 10600 ريال الغرام. هادي 10600 ريال الغرام، نقول لكم شحال فيها غرام باش نجمع لكم لي غورميت ديال اليوم. فيها 5.43 مضروبه في 10600 ريال الغرام، كتقام 57000، 57600 ريال، 57600 ريال، 57600 ريال. هادو غورميتات كانوا في المستعمل في اللايف ديال اليوم. ها
هادو كلهم اللي غنوريكم دابا كانوا في الدار المستعمل. هادو كانوا في الدار المستعمل اليوم. شوفوا شوف هاد الخيل وهاد التبوكيصه وهاد الزين كامل في الدار المستعمل. هادشي راه ما تيقوش العقل. هادشي راه غير ما تلقاه عند مجاورة غزة اللي كتواجد في رقم واحد صدقت موسكو واحد فضل. هاد الخيل وهاد الزين ما كيتجاوش 10800 درهم الغرام، واقل حاجه انا كدير 580 590 درهم الغرام. خليكم معايا مازال نوريكم، الى زدنا نعطيكم كل واحد ثمنه وما غاديش نسالي. خليو ليا باش ندوز لكم الهميزات الاخرين. عندي هاد المارياج هذا داير 9600 درهم الغرام، هذا ب 9600 درهم الغرام 480 درهم. انا اللي حدايا كندوزو 480 درهم الغرام، 9600 درهم الغرام. هذا المقاس ديال الخاتم هو 1.8 والثمن ديال 9600 درهم الغرام. الذهب عند مجاورة غزة مازال 9600 درهم الغرام، يعني غنردو كل واحد 4 سنين ولا 5 سنين اللور مازال كتخدم معاك مجاورة غزة. مجاورة غزة جات للدرويش، جات للناس اللي بغات اللي بغات دير زينة وخزينة، اللي بغات تخبع فلوسها. 5.1 مضروبة في 9600 درهم الغرام كيتقام ب 49000 ريال. 49000 ريال والتوصيل والهدية من الفوق. خويتي ما شاء الله غزال، تلبس السامبل بوحدو وتلبس السوليتير بوحدو، ومازال نعطيو واحد الغسلة باش يولي زوين. واخا البنات قولوا لي باش نزيدكم المستعمل، غنزيدكم اونسومبل ديال الكراش في المستعمل، ولكن قولوا لي الناس اللي عاد تخرج ما عرفوناش، قولوا لهم شنو هو الشعار ديال مجاورة غزة. نعرفوكم واش مازالين عاقلين على الشعار ديالنا ولا شنو الشعار ديال مجاورة غزة. كلكم تهبطوا اللي عزيز عليه مجاورة غزة يهبط الكوموندير ويقول لك شنو هو الشعار ديال مجاورة غزة. اللي بغات شي معلومات تقيده ها هي، مرحبا بكم. اللي بغات تتابعنا في الانستغرام ما عليها غير طاقي بيجو تخي زكريا قناش، يوتيوب مجاورة غزة عند زكريا، فيسبوك مجاورة غزة عند زكريا. البنات بغيتكم كلكم تبدعوا وتقولوا لي في الكومنتيرات شنو هو الشعار ديال مجاورة غزة. العلاقة كتباع مع السلسلة. يلا على ما ندوز، يلا عندي بزاف ما نعاود لكم. يلا زيدوا زيد، بغيت كلشي يهبط الكومنتير يقولوا شنو هو الشعار ديالنا باش يعرفوا الناس اللي عاد تخرج ده. ما يسمعوش هاد الأثمنة ويقولوا ويلي واش الدب كاين. مازال الدب مجاورة غزة بالثمن، ولكن مجاورة غزة كتعامل مع الدرويش، مع اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. الجودة العالية والأثمنة المنخفضة، بركة. قالوا شوية هنا شوية هنا كيجيب ربي البركة. قليل مدى ولا كثير قطع. غندوز لكم عاوتاني، شوفوا معايا المضماد النقرة، مضماد النقرة مشللة. غنعاود تاني نبدل لكم شويه الروتين نضمه ديال، ولكن خليو لي في الكومونتير. داك الكومونتير ديالكم راه كتعجبني وكتعطيني حافز انني ترى نستافد. نخلي لكم بعض المرات اللي بغات شي حاجه وكان بارطاجي معنا اللايف وكيكومونتي معنا، راه كنخلي حتى حنا كنديرو بوجهو وكنخليو له ديك البياسه. مضمه النقره مشله تشليله حره ومضمه حره فيها 172 غرام. الخدمه ما نعاودلكمش، الكاميرا وعينيكم تحكم لكم. غير هو حاجه وحده، الطول راه كيكونش طوال، يعني الطول دابا هادي غتكون كنطلع مع ادرون تكون شي 80 سنتيم ولا اللي بغا. المهم يتواصل معايا في واتساب، ما عنديش الوقت باش نعبرها، ولكن انا غنعطيكم الثمن ديالها وهي راه كيتزادوا. اي دايبيه تعطيه غيدير الخرصه وحده غي اسبوع غيزيد لك فيها. واللي بغا اللي عطينا القياس ديالو وجاته قصيره وبغانا نتكلفوا له بها، فقط غيخلص لنا المضمه على ما نوجدوها له ونصيفطوا له المضمه وغيخلص يكمل الكمال، يعطينا لافونس ديالها وفاش توصل يكملها غير باش يتلازمنا فيها كنعرفوها ديال داك الشخص. هادي هكا فيها 172 وشحال كنحسب لكم المضمه؟ انا قولوا لي البنات ما عقلتش شحال حسبت لكم اخر مره المضم ديال النقره مشلل. هو بطبيعه الحال غادي يكون ثمن خيالي. بغيت شي وحده تقول لي شحال خليت لكم لنضم داك النهار؟ زكريا الكراميل معقول. شكرا اختي نوال على اختك ما شاء الله. قولوا لي شحال كنحسب لكم لنضم ديال النقره؟ السلام خويا زكريا تبارك الله عليك، وشحال هذه ما شفنا اللايف نتاعك تبارك الله عليك ديما الجديد. شكرا اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. شكرا اختي. البنات شي وحده تقول لي في كومنتات شحال كنت كنخلي لكم لنضم ديال النقره مشلل للجرام؟ 10 دراهم نخليوها في 10 دراهم، ما كاينش 12 ما كاينش 15 ما كاين والو. 172 قالت لي الاخت 10 دراهم
10 درهم للغرام، اه 1720 درهم. واش 1700 درهم، 1720 درهم كتاخذ فيها البواطه غزاله كبيره ديال المضمه، وكتاخذ فيها الكادو والتوصيل بالمجان. 1720 درهم 172 اورو مضمه النقره مشلله بالذهب. وعندي هذه كذلك هذه فيها 142.8 اللي صبر معنا راه كيستافد معنا. 142.8 هذه عاوتاني فيها حجيرات بويد ومخرمه من لنا واحد التخريمه فيها واعره منقوشه. شوفوا البيوت ديالها كي دايرين، عامل الداخل كيف دايره. كنعطيك نحاول نعطيكم كاع لي ديتاي ديالها. هنا فيها سويرتات الزياده والنقصان، كتصوني عليا كيتانوي لا كوموند ديالك، صونيت عليا في اللايف كتانوي لا داك لا كوموند اللي بغيتي. 142.8 مضروبه في 10 دراهم كتقام ب 1430 درهم. سحاب المضمه اللي بغاوها ب 27 ب 29000 ريال، هيا 29000 ريال مضمه النقره ب 29000 ريال ومشلله ما خاصها والو. 1450 درهم ارخص دايبي في المغرب هو انت. شكرا لك اخت وشكرا على الكومونتير زوين، وما كرهتكمش ما تبخلوش عليا بواحد الكومونتير زوين اللي كيشجعني ويزيد نخليني نوريكم المستعمل. اي واحد تخلي اي وحده خدات عندنا ولا ما خداتش عندنا واول مره كتشوف هذا اللايف ما كرهناش تخلينا واحد الكومونتير زوين تقول لنا كيف كان التعامل ديال مجاورة غزه معها، سواء كان زوين سواء كان خايب. الحمد لله ما يكونش الخايب يكون غير زوين، وتجي وتقول لنا في كومونتير كيف كيجي التعامل ديال مجاورة غزه، ولا اللي تفرجات معنا اول مره تقول لنا كيف الميزات ديال مجاورة غزه كيف جاوكم. يلا انا 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 بغيت نحبس واحد الفتره ونقرا لي كومونتير ديالكم شي شويه، نعرف كيف كتجيكم المحل مجاورة غزه او اخوكم زكريا. المحل ديال الدرويش شكرا لك اختي الحمد لله. انا بغيت نقرا، انا بغيتكم تحبسوا، انا غنوريكم داكشي اللي بغيتو، ولكن هادي 29000 درهم بغيتكم تحبسوا وتقول لي كيف كلمه حق في مجاورة غزة عند زكريا. غنوريكم ان شاء الله كلشي. بغيتكم دابا كومونتيو لي تقول لي كلمه زوينه كيف كتجيكم المتجر ديال مجاورة غزة. انا غنوريكم مازال غنبرعكم بالمستعمل ان شاء الله كلشي اليوم يلبس القديم. يا سلام خلاصه جيت عندك المحل وخديت، اللهم يسر اختي نوال بصحتك وراحتك ومرحبا بكاع كاع الناس اللي زارونا في هذا الصيف المحل ديالنا. الحمد لله الجاليه اللي كانت كتفرج فينا كامله حضرات، حتى ما كناش كنقدروا نلبيو كاع الطلبات ديال الكليان، كيبقاو يتسناو بزاف كيعياو، كنصادروا منهم كاملين اللي جاتنا المحل وما قالولوش فرصه فين يزور المحل ديالنا. تمام زوين. بغيت انا غير لي كومونتير ديالكم كيف كيجيكم المحل ديال مجاورة غزة. نجي لعندك اختي إلهام، مرحبا بكم، مرحبا بكاع المتابعين ديالنا. اللي بغى يتواصل معنا في شي حاجه يتواصل معايا في نمره الواتساب 0 21 24 02، ولكن بعد نهايه اللايف اي حاجه بغيتيها خليها في الكومونتير. احسن دايبي في المغرب الحمد لله. السلام كاين براسي دلبيس موجود. انا منعبر لكم واحد لونسومبل ديال الكلاش، على ما تخليوا لي الكومونتيرات الزوينه كيف كتجيكم المحل ديال مجاورة غزة. الناس اللي بغات اونسومبل ديال الكلاش سمعوا معايا، اونسومبل ديال الكلاش في السلسلة لاباك الحلقات والبغاصلي. عرفتوا الكلاش كتسمعوه ب 600 درهم. انا اول مرة نحضر اللايف ديالك حيت جديدة معكم في الصفحة، اكتشفت حسابك بالصدفة الصراحة. الاثمنة عندك مزيانة مقارنة بعدنا بالرباط. الحمد لله الاخت اول مرة كتفرج، انسان الحمد لله كيحكم عليك من هدرتك ومن الاثمنة اللي كدير الحمد لله، وهذا الشيء اللي بغينا نوصل للكليان ديالنا. تبارك الله ما شاء الله هادشي عندك ممتاز، والاسمنه ديال الناس اللي كتخاف الله الحمد لله. الله يخطيك خويا محل الدراوش، الله يخطيك. انا شحال مضمر راني قلت الثمن ديال اختي ارسلتي لي مرارا الله يعمرها دار. شكرا بالصحه والراحه، مازال ما كتب لي نجي عندك، ولكن كنتعامل معاك هذه سنين من بعد الصراحه معامله زوينه الثمن معقول كتعامل. ركزوا معايا على انا كنقرا لي كومونتير ديالكم
فين كتواجدوا؟ كنتواجدوا فرق بواحد زندق موسكو احدها في ازون اطلس المتوسط حدا مدينه افران، كنبيعوا الذهب 18 كره وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. الصراحه اثمنه في متناول، ناقصين على الذهبيه اللي خديت من عندك براسلي وسلسله روعه. بصحه وراحه. شوفوا معايا اونسومبل ديال الكلاش، اونسومبل ديال الكلاش، عاوده وكنعاود نقولها لكم اونسومبل ديال الكلاش. عرفتوا الكلاش اخر ما قالوا الناس ام كلثوم، اخر ما كاين في لي زونسومبل ديال الذهب. شنو جابت لكم جوهره غزه بثمن القديم وبشحال؟ عرفتوا شحال ديال الجرام هذا؟ هذا لونسومبل 10400 ريال الجرام. تبارك الله عليك. كنت البنات اللايف تقطع شي شويه، ما حكراتكمش تعاودوا تبارطاجيو باش يرجعوا المتابعين ديالنا. تقطع اللايف شي شويه كانت كونيكسيون عيانه، انا جديده من فاس كلشي مزيان مرحبا بك. قلت لكم هذا ديال 10400 ريال الجرام. هذا لونسومبل اللي بقى صابر معنا راه غيستافد معنا. هذا لونسومبل كتواجد في ازرو. البنات اللي بغات شي حاجه تخليها تجاوبوا عليها في كومونتير عافاكم الكليانات الجدل. هذا 10400 ريال الجرام. هذا لونسومبل ديال الكلاش البراسلي فيه 5.9، فيه السلسله بالحصيره البونونتيف و لا باغ و لي بوكل. هذا كيتباع كامل، فيه 30 غرام، 30 غرام مضروبه في 10400 ريال الجرام، كيتقام مليون ونص و 12000 ريال. مليون ونص و 12000 ريال. هذا لونسومبل ديال الكلاش ديال 10400 ريال الجرام كيتقام مليون ونص و 12000 ريال. مليون ونص و 12000 ريال لونسومبل. بارطاجيو باش يعاود يدخلوا المتابعين ديالنا اللايف، راه تقطع واحد شويه من لا كونيكسيون. ديروا جيم البنات وبارطاجيو اللايف باش ما يتقطعش. راه ما كيبغيولهاش وليكم، هذا ميزات كنعاودها لكم ديما. هادشي ديال 10000 هذا راه دايب يشتريه من عندي ب 10600، وانا كنبيعو للكليان ديالي ب 10400 الغرام. شفتوها؟ هذا 10400 ريال الغرام، الوزن ديالو فيه 30 غرام، غضربها في 10400 ريال الغرام. داكشي اللي سوات عطاتك في الحساب غتعطيه لنا. كنزيدوك من عندنا التوصيل بالمجان، وما كاينش الديفو باش تعرفوا. البياسه اللي تخدم مجوهرات غزه غير كومونديها، عجباتك وبقات ليك ولقيتيها مازال غير كومونديها، حيت ما غتلقاش الديفو، حيت حنا كنفيريو داكشي قبل ما نصيفطو لك. حنا كنبيعوك شي حاجه فين تلبس تخبع فلوسك. اونسومبل هذا لاباك هو اللي غيبقى فيه لاباك، فيه 1.7 و 1.8، قول 1.8 والبراسلي 5.9، 5.9 اونسومبل غزال. ونزيد لكم حتى اللي بغات تحيد بياسه من هاد لونسومبل نحيدو لها. يلا نزيد معكم هاد التسهيلات. بغيتي ما بغيتيش شي حاجه في هاد لونسومبل، مثلا الا خفتي الخاتم ما يجيكش ولا شي حاجه نقدر نحيدو لك. واحد الحلقه راه فين طاحت. المهم الثمن كامل ب 10400 ريال للغرام. اختي ماجده ما فيهش الحجر هذا، الحجر ديال الزيرو ما كيعبرش كاع الحجر هذا ديالو. وهذا اللي بغيتي تاخذيه جديد راه كتاخذيه ب 700 درهم للغرام. ما كيتباعش حورق بوحدو، هذا كيتباع اقل حاجه نقصتكم بياسه منه، يا الخاتم يا لي بوك يا البوندونتي في معهم شي حاجه صغيره. شوفوا معايا جوج دميجات ديال السويري ب 10600 ريال للغرام، جوج دميجات ديال السويري ب 10600 ريال.